فدت لسه في ألغام تانية فضلك لغمية واحدة تغنانة تقريبا يا مسهل حظك السؤال رقم 2 دي يقولك قالوا ان حميد الشاعري موزع مش مطرب واستغل الاوتو تيون عشان يغني الكلام ده بيزعلك هو انا اساسا ملحن موزع ده ملهاش يعني ده حقيقه اساسا انا ايام الفرقه المزدويه الاولى وما بس انت غنيت وكسرت الدنيا وعملت حفلات يعني عارفه مشيت معايا الحمد لله يعني الاوتو تيون ده حاجه قريبه مشيت جدا مشيت معاك ولا كنت مقتنع ان استقل جدا كنت مقتنع جدا بان انا بقدمه حتى الاغاني كنت بقدمها كنت مقتنع بيها انا نفسي شخصيا يعني بغني اغاني مود تاني خالص يعني شكل تاني وربنا كرمني فيها اكتر اغنيه ليك قريبه من قلبك اول اغنيه ليه وين ايامك وين يا غايب عن عين اغنيه جميله يعني بالفولكلور الليبي ولحن هو كلمات صلاح الشيخ بصراحه كل اغانيك حلوه انت ما شاء الله عليك اشكرك ده ذوقك وكرم اخلاقك حبيبي والله ربنا يخليك